مشهد نادر أن يقوم شخص بزيارة قرية تكارير اليمنية التي يعاني أهلها من الجفاف، فلدى رجال وفتيان هذه القرية مهمة أساسية وهي جلب المياه. لا يستطيع السكان الفقراء الحصول على الماء سوى من بئر واحدة قديمة في عملية تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي لرفع المياه من البئر، والتي يصاب البعض بالأمراض عقب شربها. أنا شديدا من جفاف المياه والحصول على الماء، يعني طول اليوم نحصل على جالونين ماء، يعني نستغرض بها للشرب، يعني هو مش صالح للشرب، وإنما كذا بلطف الله يعني نشرب منه على الله. وتبعد البئر 6 كيلومترات عن القرية حيث يسيرون عبر أرض وعرة، وقد تضررت المنطقة من الجفاف في السنوات القليلة الماضية مما أثر سلبا على نوعية المياه. ويشعر القرويون بالقلق من أن تجد الكوليرا التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد أرضا خصبة في بئرهم. وتسبب الجفاف في موت محاصيلهم والعديد من مواشيهم، لكن هذا ليس أكثر ما يقلق القرويين، فالعديد منهم يساورهم القلق بشأن تعليم أطفالهم. وأغلقت المدارس 3 بالقرية بعد أن توقفت مرتبات المدرسين من جانب الحكومة المركزية التي كانت مثقلة بتكاليف الحرب المستمرة، وقد مضى أكثر من 1.5 عام على آخر يوم دراسي هناك. لنا دروس هنا الأساتذة سيبوا المدرسة وراحوا له، كانوا يدرسون أسبوع وشهر الباقي ما يدرسون، يا هربوا لهم أبو كلهم حتى يدرسون حتى نص دقيقة مو كلهم. ومع غياب التعليم الأساسي يبدي الآباء قلقا تجاه ضياع مستقبل أبنائهم، وينظر الكثيرون إلى أيام الدراسة بشوق كبير، لكن الآمال في استئناف الدراسة عما قريب تبدو واهية.